نحو 250 ألف تطري تم تهجيرهم خلال 3 أيام من شبه جزيرة القرم بواسطة قطارات كانت تستخدم لنقل الحيوانات، وقضى خلال عملية التهجير تلك 46.2% نتيجة المرض والجوع والظروف المعيشية السيئة. جانب من هذه المأساة نتعرف عليها في التقرير التالي. في 18 مايو 1944 اقتحمت وحدات عسكرية سوفيتية في منتصف الليل منازل تتار القرم الذين اتهموا وقتها بخيانة الوطن السوفيتي، وأرغموا على جمع أمتعتهم لمدة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، وسيقوا إلى محطة القطار ومن هناك هجروا إلى الشرق. أمي استقرت في منطقة سمرقند في قرية نائية. تم إسكان المهجرين القراميين بمباني مهجورة كانت تستخدم في وقت ما كحظائر لتربية المواشي. عرف سنبار قديرف عن هذه الصفحة المأساوية في تاريخ شعب تتار القرم من ذكريات آبائه الذين رحلوا أطفالاً، وهو ولد في أوزبكستان في ظل نظام حظر التجول المفروض. بقي تتار المهجرون تحت المراقبة الدائمة ولم يسمح لهم بمغادرة المكان، وهناك فقد نصف عائلته. عندما توفيت جدتي تركت وراءها 3 أطفال نقلوا إلى ملجأ للأيتام، وحين تبين أن واحدة من الأخوات كانت قد تاهت. البرلمان الأوكراني اعترف بأن التهجير القسري للسكان الأصليين من أراضيهم اضطهاد جماعي. العديد من الجماعات العرقية المختلفة هجرت من شبه جزيرة القرم. هناك جنود قرميون تحملوا العبء الأكبر من القتال في الجبهة، ومع ذلك لم يرحموهم ورحلوا أيضا. كان الهدف التطهير العرقي لسكان شبه الجزيرة. كان النظام الستاليني يكن العداء لتتار القرم ولم يشعر بأي تعاطف معه، لأنه شعر بأنهم يشكلون خطرا عليه. حاول النظام الشيوعي القضاء على الذاكرة التاريخية لتتار القرم خلال 2 من التهجير. غير النظام السوفيتي أكثر من 80% من أسماء المواقع الجغرافية القرمية وحلت محلها أسماء سوفيتية. عندما هجر تتار القرم لم يبقى منهم أي أحد وقضي على معالمهم، واستقدمت السلطات السوفيتية الناس من المناطق الوسطى من روسيا ليستوطنوا في مناطق التتار بشبه الجزيرة. بدأت موجات العودة للوطن في أواخر الثمانينات. كان الاتحاد السوفيتي على شفا التفكك، وشعر تتار القرم بالسيادة على أراضيهم مرة أخرى في أوكرانيا المستقلة. ولكن في عام 2014 واجه تتار القرم مرة أخرى الاضطهاد، وغادر الكثير منهم شبه جزيرة القرم معبرين عن رفضهم التعاون مع الغزاة الروس. سنفار طرد من أرضه وحرمته سلطات الاحتلال من العودة لشبه الجزيرة. في 23 يناير من عام 2015 وفقا للغزاة فإن القرم أصبح روسيا وأنا أجنبي، وكانوا يفرضون علينا الحصول على الجنسية الروسية. هو مؤمن بأن التاريخ يعيد نفسه، وهو واثق من العودة لوطنه شبه جزيرة القرم الأوكرانية.